450 معملا بمنطقة الملوثة بسهل نينوى أيسر مدينة الموصل، تعانى الإهمال الحكومي وانعدام الدعم الكافي للنهوض بواقع المدينة والمحافظة بشكل عام والاعتماد على إنتاج معاملها ذات الجودة الجيدة. أصحاب معامل المواد الإنشائية ناشدوا محافظ نينوى بدعمهم ودعم معاملهم وتسهيل أمرهم فيما يخص جسور المدينة وتخفيض أسعار الإيجارات المفروضة عليهم كونها تثقل كاهلهم في الوقت الحالي. إهمال المشاريع الصناعية داخل مدينة الموصل عبر عنه أصحاب المعامل بالضجر والتعجب لاعتماد الحكومة على سمنت معامل محافظة السليمانية بعموم المدينة بشكل خاص وتجاهلها وعدم السماح لسمنت معمل بادوش غرب المدينة بالوصول إليهم، الأمر الذي وصفوه بالذلة وعدم الرأفة بهم وتفضيل المحافظات عليهم في الوقت الذي هم بأمس الحاجة إلى دعم حكومة نينوى. مدير السمنت ماذا يقدر يسوي حل أنه يعبر السمنت البادوش من الأيمن إلى الأيسر؟ يجي السمنت هسه على السليمانية يصل للأيمن بكل حرية ويتنشر بالموصل ويتوزع بالموصل بكل حرية. زين هسه أنت تريد تبني دائرة بالأيمن، شو راح تقدر تبنيها إذا البلوك ما يعبر؟ إذا الحصى والرمل ما يعبر؟ إذا المواد ما تعبر؟ الحديد ما يعبر؟ شو راح تقدر تبنيه؟ زين عفية حكومة 3 سنوات ما تقدر تسوي جسر؟ في أي دولة الحكومة تدعم المشاريع وأبو المشروع يكون مدلل؟ بس عندنا أبو المشروع بالعراق مذلول. 40 طنا من مادة الإسمنت تحملها سياراتهم القادمة من معمل بادوش إلى جانبهم الأيسر، لكن السيطرات لا تسمح بمرور أكثر من 10 أطنان فقط، فيتسبب ذلك بعرقلة عملهم وخدمتهم ومنع تقديم الجودة إلى المحافظة. سيارات الحمل اللي تجي محملة سمنت من الجانب الأيمن من بادوش على المعامل بلوك، لأنه السيارة حمولتها 40 طن، ولما تجي ما عبروا أكثر من 10 طنون، والسائق يأخذ نفس الإجرة. يعني سيارة حمولتها 40 طن تنطي كروة مال 40 طن وتجايتك 10 طنون، طبعا هذا راح يكلفنا كثير، ما نقدر يعني دعنا نحرم من سمنت بادوش من وراء النقل، دعنا ناخذ سمنت من السليمانية. ليش نحن دعنا ناخذ من السليمانية وإحنا معاملنا موجودة وسمنت بادوش مشهور يعني بالجودة ماله؟ من الموصل سعد منصور، التغيير الفضائي.